كل خبر هو جايبه مثبته، يعني مثلا جايب خبر مثلا الجيش حاجه بقى بلطجيه على ميدان التحرير، جايب مثلا خبر من جريده العفو الدوليه اكبر منظمه لحقوق الانسان ثابت الموضوع ده بس. والنهارده مايكل جوه السجن محكوم عليه 3 سنين، بيتعرض لانتهاكات جوه السجن، ممنوع من حقوق قانونيه، ممنوع من اشتراكات الجرايد، مانعين المساجين ان هم يكلموه، المخابرات موصيه اداره السجن عليه. كان عندنا مشكله كبيره في النقض، مش راضيين يستلموا مننا النقض. المحكمه العسكريه طالبين ورقه الاعلان من الحكم، الاعلان بالحكم من السجن، حاولنا كذا مره نيجي ناخدها من السجن ما رضوش يسلموها لنا، قالوا لنا ان هم بعتوها للمدعي العام العسكري بتاريخ 4/6. يوم 4/7 انا كنت عند المدعي العام العسكري، قلت له ورقه الاعلان من الحكم موصله لك بتاريخ 4/6 من مصلحه السجون، فقال لي لحد دلوقتي لسه ما وصلتش، يعني ليها شهر لسه ورقه الاعلان بالحكم ما وصلتش. يوم 5/7 بنروح للمحكمه العسكريه تاني يوم، بعد ما اعلنا ميعاد المظاهره واعلنا اعتصام مفتوح لو النقض بتاع مايكل ما تسلمش في الميعاد المحدد ليه، رحنا يوم 5/7 قالوا لنا ده الاعلان وصل من امبارح، برغم ان اليوم اللي قبلها كان فيه محامي في المحكمه ورفضوا يستلموا منه النقض. بس النهارده عاملين مظاهره قدام سجن المرج ضد التعذيب اللي بيحصل جوه السجون، بيدخلوا كتائب امن مركزي جوه السجون للتعذيب المتظاهرين. مايكل ممنوع من حقوقه، ممنوع من الجرايد، ممنوع من كل حاجه، ممنوع ان هو يدخل ورق، اي كتب اي ورق بندخلها له بيتمنع ان هو يدخلها، يمسكوها على الباب ويقولوا لي ممنوع تدخل، قرارات قرارات ايه؟ اي ورق مسموح ان هو يدخل بيه. بس وحصل تفتيش قبل كده على مايكل بالذات، عملوا له محضر زي، وهو كان لبسه ازرق واللبس المسموح في السجن ازرق، عملوا له محضر مخالف للزي بتاعه، برغم ان هو كان في ناس في العنبر مع مايكل لابسين احمر وما تعملهمش اي محضر ولا اي مخالفه. يعني هو مش معنى مايكل بيضطهدوه، الاندستري مسموح جوه السجن، اتاخد منه الاكل، بيدخلوا كل شويه تفتيش يبهدلوا له الاكل يفتحوا له كيس شيبسي يقلبها له يبهدلوا له كل الاكل على بعضه، ليه يعني؟ مش معنى مايكل اللي بتعملوا له المعامله دي في السجن. الوقفه مخصوصه عشان السجن، احنا عاملين وقفه قدام السجن، فانا بوصل للسجن يعني كفايه تعذيب، كفايه بعد الثوره، كفايه ان هو بعد الثوره دي اللي احنا عملناها الناس مقتنعه ان هي عملتها، وانا مش مقتنع ان الثوره نجحت اساسا. لسه يبقى التعذيب مستمر في السجون، لسه الرشاوي هي سيد الموضوع، عايز اخلص اي مصلحه جوه السجن، رشوه هتخلص لي الورقه، لو ورقه ممنوعه هي تطلع رشوه هتطلع. فانا الرساله اللي عايز اوصلها للسجن، مفيش تعذيب، الناس تتعامل زي بعض، مفيش واحد احسن من واحد جوه السجن. السجن ده هو فتره انا بدخل اقضي فيه العقوبه بتاعتي، اطلع يعني انا عملت حاجه غلط ادخل اقضي العقوبه بتاعتي، اطلع للمدنيه تاني، لكن انا مش هدخل اتعذب جوه السجن. انا جاي النهارده عشان مايكل صديقنا مدون السجن بسبب مجرد كانه كتب مقال انتقد فيه المجلس العسكري وانتهاكاته ضد المدنيين، فاحنا جايين نقف وبيتعرض لانتهاكات جوه السجن. انا بما اني اتعرضت لتجربه مشابهه قبل كده، او باني اتضريت بسبب ان انا برضو كنت بعبر عن رايي وتم انتهاك حريتي، انا حاسس اكتر من اي حد باللي بيتعرض ليه مايكل، وجاي عشان اتضامن معاه واحتج على الممارسات القمعيه اللي بتحصل جوه السجون، محاولة منعه من ان هو حقوقه كمسجون زي بقية المساجين، معاملته بشكل استثنائي، منع دخول الاوراق والكتب ليه، في حاجات طبعا حقوق منتهكه ومايكل اكتر من مره. وبصراحه يعني وضعه جوه السجن حسب ما بيحكوهولي لا يسر، يعني صحيح كان سجن برج العرب كان وضعه اسوأ، كان وضع اسوأ، لكن احنا بنتكلم على المثاليه، احنا بنطالب بالمعامله المثاليه، بنطالب بالمساواه على الاقل. يعني المساجين اللي مع مايكا في العنبر مسموح لهم باستخدام الموبايلات، وهو بالذات مخرج لها المساجين ان هم ما يخلوش يستخدموا الموبايل، وبيهددوهم ان هو لو خلوهم كده هيسحب منهم موبايلاتهم. هو لو الموبايل متجرم في اللائحه مع انه مش متجرم يمنعوه خالص، او لو مسموح بيه يخلوه مسموح للكل. مثلا يعني انا بتكلم عن حاجه من الحاجات، مايكل ممنوع ان هو يطلع مقالاته، اي ورق او مقالات بيكتبها بياخدوها منه ما بيطلعهاش، ما يسمحلوش ان هو يطلعها.
يعني احنا صحيح بنشوفه كل مره كل اسبوع، زيارات منتظمه. يعني احنا بنتكلم عن اللي بيحصل برضه، احنا مش عايزين مش بن بندعي حاجه على حد، لا. اللي بيعمل لو في حاجه ايجابيه بتحصل احنا بنتكلم عليها وبنقول ان هي فعلا يعني بتحصل بشكل ايجابي. هو فعلا في الزياره بيسيبونا الوقت وقت طويل، بيسيبونا براحتنا، ما بحدش بيمنع من الزياره. انا مثلا اتمنعت من الزياره يعني فتره طويله وانا في سجن برج العرب، وصلت لاكثر من سنه. مايكل لا، مايكل سامح له بالزياره مره كل اسبوع، ويعني بيسيبونا وقت اطول. انا كان بيسيبوني ربع ساعه مثلا او اقل زيارات. بس برضه في حته تانيه احنا بنطالب ان هو يتعامل زي بقيه المساجين في كل حاجه، ما يتمش التمييز ضده. وفي حاجه تانيه احنا اساسا ضد فكره ان هو يتحكم عليه لمجرد انه ابدى رايه. فكره ان هو او فكره ان مدني يتحول لمحاكمه عسكريه دي حاجه تانيه افظع، احنا ضدها. ف انا جاي النهارده عشان احتج على كل الحاجات دي. انا بطالب باطلاق سراح مايكل في أقرب وقت، يعني النهارده قبل بكره. بطالب بإطلاق سراحه لأنه محبوس يعني سجنه السجن بشكل غير منصف. هو ما اتحكمش بحكم، هو اتحكم بسبب آراء كتبها. هو كل حد حر في إن هو يعبر عن رأيه، مش من حق أي حد إن هو يحجر على رأي حد أو يوقفه بسبب آرائه. بس يعني بتمنى ان اللي احنا بنعمله ده يجيب نتيجة في اسرع وقت، وان مايكل نشوفه قريب بره السجن، وما نضطرش ان احنا عشان نشوفه نجيله كل اسبوع نتعرض يعني نشوفه بالشكل ده ويفضل في المعاناة دي اطول فترة. يعني اتمنى انه يخلص. انا جايه باختصار عشان لما الثورة قامت والجيش مسك الحكم كلنا حلفنا له وقلنا الجيش الشعب ايد واحدة. بعدها بكام يوم حاجه قليله انا ما كنتش عارف مايكل ولا كنت عارف المقال. كنت قاعده معاها تحريري قالت لي مايكل كتب المقال الفلاني وكان كاتب فيه ان العربيات الشرطه العسكريه كانت بتعدي يوم الجمعه يوم 28 تدي الامن المركزي اللي عند الداخليه اسلحه، وكان جايب ده بالوثائق وده حقيقي لان انا كنت موجوده يوم 28. يعني هو ما كانش بيكذب. فليه حد بيقول رايه حتى لو الجيش كان عمل كده ليه ما يعتذرش؟ والناس ساعتها كانت ممكن تقبل على اساس مثلا ان هو كان فاكر ان دي فعلا بلطجيه عشان هو كان اي حاجه، وكان ممكن ساعتها الشعب يقبل منه. لا، هو اختار السكه الغلط، اختار ان هو يكبت الناس اللي بتقول الحقيقه، واختار انه يحاكم مدنيين قدام محاكم عسكريه وده ضد حقوق انسان، على عكس مبارك اللي هو قتل شعبه ويعتبر دي خيانه عظمى في شرم الشيخ بيتفتح على حساب البلد. وقريت في حاجه ان هي اليوم بيقف عليه بخمس 5000 دولار على البلد. فدي حاجه غبيه جدا. ومش مايكل بس، في حوالي احصائيه بتقول ان هم 15000 واحد مدني قدام محاكم عسكريه. فدي تعتبر مهزله لان ده اكبر من ايام مبارك. ما اعتقدش كانوا يجيبوا 15000 ولا الكلام ده. فازاي انت في 6 شهور وحدة عدد مبارك ما حضرتوش 30 سنة واحنا يعني بنلعن ايه وضد القانون؟ القانون بيقول لك المواطن يحاكم قدام قضيه الطبيعي مدني، تحكم قدام عسكري ليه؟ اقول مايكل اول سجين للراي. انا جاي النهارده متضامن مع مايكل نبيل اول سجين راي بعد تنحي مبارك. المفروض هي كانت ثورة الحرية، ثورة التعبير عن الرأي، وهو مجرد انه عبر رأيه وكان موثقه بأدلة بمحتويات متاحة لأي حد على النت انه يدور عليها ويلاقيها، وحتى اتذاع منها على التلفزيون المصري والإعلام الأجنبي والعالمي. ان كان يعني مثلا في مثال عندنا، هو اتكلم عن كذا حاجه، اتكلم عن انتهاكات الشرطه العسكريه للمدنيين، واتكلم على يعني اتكلم برضو عن يوم كام في 26 ابريل ولا ايه اللي كانت فض فيه الميدان، كان يوم 8 ابريل.
8 لا كان في في كان في كان في اعتصام كانت فض من ميدان التحرير وكان اعتصام ابريل يعني كان في اعتصامات بتتفض من الشرطه العسكريه. مايكل كان اتكلم على الكلام ده انهم كانوا بيتفض اعتصاماتهم وبيتضربوا وكان بيتكلم على مثلا كان في اثناء الثوره يعني قبل تنحي مبارك كان في الجيش كان بيجي يساعد امن الدوله بيديلهم ذخيره عشان ذخيرتهم كانت خلصت فكان هم بياخدوا منهم وبيضربوا يعني كل الحاجات دي اتصورت ووثقها ومع اجباري. مايكل هو مؤسس حركه لا تجنيد اجباري عشان كذا حاجه عشان هو اصلا رافض ضمير يعني هو من عنده معتقدات سلاميه هو بيرفض يحمل السلاح وفي نفس الوقت تجنيد اجباري هو زي ما مايكل كان بيقولها ان هو تكمله لنظام السخرة لانك انت بتجيب ناس بتجبرهم على حاجة انهم يعملوها هم مفروض يعني مفروض واحد حر يعني عايز في تجنيد اختياري مثلا في دول كتير جدا ومعظم الدول يعني حتى دول لسه فيها تجنيد اجباري على الاقل بيعترفوا بالاعتراض الضميري ان الواحد يبقى من حقه ان هو ما يخدمش الجيش لمعتقدات شخصية سواء معتقدات مثلا دينية او فلسفية كم عليه بثلاث سنين سجن بعد هو التهمة ان هو نشر اخبار كاذبة من شأنها تكبير الامن العام يعني يعني انا ما اعرفش يعني فين الكذب في اللي هو نشره وبعدين تكبير امن عام ازاي يعني هو ما طلعش باسلحة على الناس طلق عليها ولا راح يعتدي على مساجد او كنائس ده كده بيكبر امن عام واللي بيفجر في دور العبادة واللي بيعمل فتنة انا ما اعرفش ما اقدرش اقول حاجة على كده يعني بص هو تقريبا انا مش بص ما اقدرش اقول حاجه على حكايه ان هو اسمه مايكل لا بس اللي اقدر اقول لك عليه ان انا متاكد منه ان هو عشان كان اصلا عامل حركه لا تجنيد اجباري وكان رفض يتجند في الجيش وبعد كده بعد ما في الاخر هم ادوا له شهاده الاعفاء بعد ما كانوا بيغيروا في نتائج بتاعته انه في نتائج ضغط قلبه ويطلعوا ان هو لائق مع انه عنده مشاكل في ضغط الدم بتاثر على قلبه فالمهم بعد يعني ما ادوا له الاعفاء وبعد ما هو اصلا كان اتقبض عليه قبل كده برضه من الشرطه العسكريه والمخابرات العسكريه يعني فاهم كان تحس كده ان يعني زي ما يكون مايكل ده يعني حتى لا يعني زي ما تقول كده هو ليه كده مكانه خاصه عندهم يعني ما ينفعش يكون قتلت الثوار يعني سفاحين الداخليه بمعنى اصح واللي شفناهم حتى الاسبوع اللي فات اللي طالع ماسك سكينه عمال يرقص بيها قدام الناس بيستفز المتظاهرين واهالي الشهداء يعني ما ينفعش دول هم يفضلوا شغالين ويبتزوا الناس ويدفعوا لهم فلوس يا اما يعني انا مثلا كنت في مره عند المحكمه العسكريه شفت واحده كانت بتقول ان عندها 4 ولاد واحد مات في الثوره والثلاث عشان هي رفضت انها تاخد الديه بدل ما تاخد حقها من الضابط اللي قتل ابنها راح متحسن لها الـ3 ولاد بتوعها اللي كان اصلا كانوا جم عليها في مره قالوا لها تاخدي فلوس دي ولا لا؟ قالت لهم لا انا عايزه حقي بالقانون قال لها طب ماشي انا هوريكي وبعديها بيومين خد 3 ولاد بتوعه وحكموهم عسكريا ولفقوا لهم قضيه ان هم معاهم سلاح ابيض يعني دي قصه يعني هتلاقي في 1000 واحده زيها في يعني دي ناس انا شفتها وفي ناس مثلا صوروا معاهم في ناس معروفين يعني مظاهره حاشده هتبقى يعني هيبقى برضه الاعلام طبعا متواطئ هيحاول يعمل زي بالظبط الجمعه اللي هي كانت 27 ابريل كانت 27 ابريل اللي كان فيها الناس نزلت وكان يعني الاعلام كان بيقول يعني كان في اعلام بينكر انها كانت حشد يعني قال لك ان مجرد مئات وبتاع في قالوا مئات مع ان انا شفتها لنفسي الجمعه اللي كان رفض ينزلها الاخوان المسلمين كان فيها ناس كتير جدا يعني كان عادي مليونين